السلام عليكم متتبعي قناة ضحى غنية، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كالعادة. كيف ما كندير درت لا فيديو مع الاخ غلام اللي تبارك الله ما شاء الله عنده سلعه فنه وغزاله وفي متناول الجميع، يعني الكل بامكانه يشريها، لا الفتاة ولا السيدة، وحتى الثمن اللي دار هاد المرة دار واحد الثمن يعني اللي في غاية الروعة. دونك البنات من بين الفيديو درت مشتريات شي غادي نوريها لكم ان شاء الله، وكنتمنى تعجبكم. كاين هاد البيجامه هادي كيف ما كتشوفوا، هادي بيجامه زوينه بزاف بزاف. الميزه اللي فيها هما انهم طاي ستوندار وفيهم الوان كيف ما كتشوفوا، هانتوما لوينات راقيه. انا اختاريت هاد اللون حيت كيعجبني الكري والغوز، وراه فيها السومو وفيها البلو سيال كيف ما كتشوفوا. هادي كدير 70 درهم، هادي خديتها جداتي، دونك البنات هادي كدير 70 درهم. هانتوما من الداخل كيفاش دايره، يعني طاي ستوندار، يعني كلشي كيلبس. وكاين هاد السروال ديالها كيف ما كتشوفوا، هانتوما سروال من هنا زوين بزاف وغزال كيف ما شفتوا زوين، وحتى هو فيه لاستيك من هنا. هانتوما البنات مجموع من التحت ديالو كيف ما كنقولوا حنا البنات سليم. دونك البنات هاد البيجامه هادي كدير 70 درهم، هادي 70 درهم. وكاينه هاد البيجامه هادي اللي خديت ليا كيف ما كتشوفوا، خديت هاد البيجامه هادي اللي زوينه هائله في هاد اللون كيف ما كتشوفوا، واحد الزريرق اللي فونسي، وحتى لا كولور اللي كاين هنا البيض مهرس هاد اللون، فالكول ديالها كيبقى بيض، وحتى اليدين ديالها كاين واحد الباندا هنا كتبقى بيضاء، وحتى في هنايا التحت ديالها فيها باندا كيف ما شفتوا. هانتوما البنات وسخونه مقطنه من الداخل ومن برا، شفتوا مقطنه من الداخل ومن برا. وهاد السروال ديالها حتى هو سروال زوين بزاف كيف ما كتشوفوا، سروال فيه ديكارو في البيض والزرق، وانما هادو تيبقاو سيوره كيف ما كتشوفوا، كل وحده تزير على حزام تزير على حساب الطاي ديالها. وفيه جيوبه هنايا هانتوما، هذه كدير 130 درهم حتى هي فيها الباندا في الرجل، 130 درهم وسخونه البنات، سخونه بزاف بزاف. اللي من بينهم خديت هاد البيجامه هادي، والله البيجامات كاع البيجامات ديالو تبارك الله، يعني بيجامات زوينين وكتلبسي وكتعاودي. هانتوما البنات غير خديتها في اليامات الاولى ديال لا فيديو، ها هي باقا كيف ما هي، لبستها وعاودتها وصبنتها وباقا كيف ما هي. وبالمناسبه على هادشي باش سخان، يعني بامكان سي البنت ولا السيده كاين اللي ما كتبغيش تلبس عاوتاني بزاف، انا من بين الناس الا ما كنقدرش نلبس بزاف حيت تنتخنا تلبس بيجامه من هاللحم ديالي، يعني كتبقى سخونه وفنه غزاله. وكاين واحد السيرفيت هذه حتى هي زوينه دو بياس كيف ما كتشوفوا، يعني واحد اللون اللي راقي واي بنت كتمنى تلبسه. شفت بزاف ديال البنات لابسينها، هذه خديتها، هذه كدير 150 درهم وفيها هذا الارجونتي هذا، يعني واحد اللون اللي كيهرس ليا ديك لا كولور اللي ديال الغوص كيف ما كتشوفوا. فيها باندا هنايا في الايد ديالها، وميم طون فيها باندا هنايا كبيره يعني من جهه الحزام. وهذا السروال ديالها حتى هو هانتوما، اللي ما بغاش يتمتع يمشي عند غلام، غير اللي ما بغاش يتمتع والله القسم الا غلام كيجيب شي حاجه زوينه. هانتوما كل امكان كل شيء يلبس، هانتوما شفتوا يعني واحد السروال اللي زوين بزاف، نديرها للحمام للدار ولا نخرج بها مثلا ما فيها عيب. هانتوما شفتوا وخياطه متقونه وحتى الالوان تبارك الله راقيه. هذا السير هذا اللي هنا تيبقى البنات هنايا تيبقى غير ديكور، وانما راه فيها هاد لاستيك في الحزام ديالها اللي بامكان اي وحده تجي قدها. راه في انا خديت الاش، كل وحده على حساب الطياله. دونك البنات هذه كدير 150 درهم. كنتمنى انكم تمشيو عند غلام وتشريو من عنده بيجامات، سواء الناس اللي باغيين يبيعوا يعاودوا البيع راه كيدير ثمن زوين والله القسم، الى الثمن اللي كيدير مخير، ومع ذلك تيتساعد مع الناس وتينقص للناس، يعني واحد الثمن اللي خيالي اللي ما يقدرش شي واحد اخر يديرو من غير غلام. مع غلام كلشي يلبس. كنتمنى هاد البيجامات اللي خديت يعجبوكم ويكونوا في متناول الجميع، وتشريوهم وتلبسوهم وتسخنو بهم، ان شاء الله الوقايه خير من الف علاج. وبالنسبه لا فيديو اللي كنت باغا ندير مع الاخ ناصر البنات، كنعتذر ما السبت ديال البارح ما درتهاش، السبت ديال البارح ديال البارح عفوا ما درتهاش، ما كتبتش خير في المختاره والله، كل واحد كيتمشى يعني غير فيما كتب، غير فيما كتب لينا الله، يعني غادي تكون ان شاء الله السبت المقبل.
عاوتاني غتكون اناقه وشياكه مع التقليدي والبلدي وغيكون فراشي في النير وشي حاجه غزاله وكتعرف ناصر خياطه وفي صاله متقونه تبارك الله عليه والثمن مناسب للسيدات والفتيات. ومن بين هذا الموضوع غادي ندخل في واحد الموضوع واحد اخر اللي هو بين قوسين الناس اللي تلاقيت معهم في الشتاه ديال محل جميله. كنشكركم بزاف، تلاقيت مع ناس زويونين وفنيونين وغزلان وناس بزاف طموحين وناس في المستوى والله القسم الا يمكن هما تيعرفوني غير في اليوتيوب، انا راه ما عمرني عرفتهم، يمكن كنشوفهم غير في لي كومونتير تي كومونتيو ليا، ولكن باش نعرفهم شخصيا ولا نشوفهم في وجههم حتى لذاك النهار وكتب ليا وشفتهم، شفت ناس سلموا عليا، شفت ناس تصوروا معايا الحمد لله، فهذا من فضل ربي. الحمد لله الانسان ليش يخلي بلاصتو نقيه، تيسولوا عليه ناس، تيجيو عنده ناس، يعيطوا ليه ناس، والله القسم خلي الطابع ديالي نقي الحمد لله فهذا من فضل ربي. تشكركم بزاف بزاف، وضحت بزاف اللي تلاقيت معاكم وعرفتكم، يمكن كانت واحد المناسبه ربي كتب لينا ديك المناسبه فين تلاقاو فين عرفوا بعضياتنا وفين تشوفوني شخصيا نشوفكم شخصيا وتشوفوا ضحى فريفرا ضحى شخصيا. كنقول لكم شكرا لكم، شكرا للجميله حتى هي على الاستضافه اللي استضافتنا والافتتاح اللي كان، الله يسهل عليها ويسهل على امه محمد هادشي اللي كنتمناو للجميع ان شاء الله. ومهم البنات ما تنساوش بارطاجي معايا لي فيديو اللي كندير، والحاضر دائما اعلم الغيب، ابوني معايا باش نوصل القناه ان شاء الله الملايين ان شاء الله ان شاء الله وباذن الله بطيبه الاخلاق وبالنيه الصافيه. واكيد ما نساوش البنات، ما نساوش ما نساوش ما نساوش لا اله الا الله محمد رسول الله. دونك البنات خليتيكم الراحه، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وكنتمنى المشاريات اللي خديت تعجبكم اللي هي دائما غادي تبقى خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله وباذن الله. خليتيكم الراحه، الله يدومها عليكم فرحه، وسيروا عند غلام وشري وداك الشيء كاع اللي كتبغيو. عرفتوا البنات والله القسم ما كرهتش هذه المره ان شاء الله وباذن الله غادي ندير واحد اللائحه ديال الاسماء كاع الناس اللي كيوقفوا معايا والناس اللي كيساندوني غنكتبهم، واي واحد غادي نشكرو غندير شي لايف على قبلكم ونذكر كاع الاسماء اللي كيساندوني والناس اللي كيوقفوا معايا. شكرا لكم بزاف، وكلمه شكر راها قليله في حقكم، يعني راه بكم نتوما وبالمشاركه ديالكم وبالفرجه ديالكم في الفيديوهات اللي كندير، يعني الفيديوهات ديالي كيطلعوا الحمد لله، يعني بلا بكم نتوما حنا راه ما كاينينش، هادشي خاص الكل يعترف به، بلا بكم نتوما والله حنا ما كاينين، يعني حنا كنديروا واحد الحاجه كنبداو في واحد الطريق وانتوما كتكملوها، يعني بالتشجيعات ديالكم وبالكلام الطيب وبالدعم ديالكم ليا ولا لواحد اخر، يعني تنزيدوا، يعني حنا بلا بكم نتوما راه ما تنسواو حتى شي حاجه، بلا بكم نتوما حنا راه ما يعني حنا بلا بكم راه ما عمرنا يعني ما غاديش نقدروا نزيدوا القدام، يعني راه بالتشجيع اللي كتعطيوني ولا بالدعم اللي كتقولوا، يعني بالدعم اللي بزاف الناس كيشجعوني، بزاف الناس كيقولوا يلاه يسهل لك، يعني كنفرح بزاف من الناس اللي كيشجعوني، كنتلاقى مع ناس في الزنقه كيسلموا عليا، كنتلاقى مع ناس في الحمام والله الا الحمام كنمشي كنتلاقى مع الناس كيسلموا عليا كيشجعوني الحمد لله فهذا من فضل ربي، يعني كيقولوا كلمه طيبه والله القسم، يعني كلمه شكر في حقكم راها والو والله، يعني كنتمنى ان الظروف تلاقينا في شي حاجه تكون زوينه وفي شي قاعه تكون كبيره ويكون الكل كل كل معروض عند الضحى، هادشي اللي كنتمنى والله القسم ان شاء الله كنتمنى من كل قلبي ربي يحقق لي الامنيه، شي قاعه نكونوا حاضرين فيها كاملين كاع لي زابوني ديال العالم كله في مكان سواء خارج الوطن ولا داخل الوطن، مرحبا بكم والف الف مرحبا بكم في قناه الضحى غني اللي هي قناه يعني قناه صغيره وماشي شي قناه اللي غادي نقول لكم كبيره ولا غادي نقول لكم لا راني وصلت ولا راني يعني وصلت لواحد المرتبه ولا راني كندير الاشهارات وهذه، لا انا داكشي ما غاديش نقوله حيت انا بالنسبه ليا انا مبتدئه ومازال مازال مازال الطريق قدامي ومازال يعني كاين واحد كيف ما تيقولوا يعني مازال يعني مازال يلاه مبتدئه، ماشي يعني راني وصلت للقمه وراني وصلت للعالميه، لا انا ما وصلت لا القمه ما وصلت لا العالميه، انا مبتدئه وغادي نبقى مبتدئه ولو نوصل شي ولو نوصل للعالمية دائما غادي تبقاو تسمعوا هاد الكلمة ضحى، دائما مبتدئة دائما غادي نبقى مبتدئة، يعني في النظرية ديال أي واحد واللي عندها شي قناة تحلها واللي عندها أي حاجة بغا ديرها ديرها، البنات ما تعكزوش ديروا قنوات فرغوا داكشي، بزاف الناس يعني كاين بزاف ديال الناس ما تيقدروش يفرغوا بعض المرات شي حاجة تتكون عندهم داخليا شي حوايج كنعيشوهم، ولكن ملي كديري قناة والله القسم وكديري قناة وكتهضري مع الناس كتصيفطي الناس شي حاجة اللي كتفيدهم، بعد المرات كديري لايفات كتشوفي الناس كيهضروا معاك واخا ما كتشوفيهمش يعني في الصور ديالهم كتشوفي الناس كيكتبوا كتذكري الأسماء ديالهم
ولا قسم الا كان كتحسي براسك يعني بحال خرجتي داكشي اللي عندك بلا ما تعاودي حتى شي واحد بلا ما تقولي حتى شي واحد، الا كتحسي براسك عايشه في عالم واحد اخر كتنساي داك العالم ديال المشاكل وديال الهموم وديال الحزن وكتبداي في عالم واحد اخر، يعني كتشاركي مع الناس كتشاركي مع الناس كل شيء، كتشاركي معهم الخرجات ديالك، كتشاركي معهم يعني الضحكه البسمه ديالك، يعني اونط بارونتيز ماشي المشاكل ديالك وانما المشاكل نحاولوا نخليهم يكونوا بعاد على القنوات، حيت بالرغم من اننا الا بدينا نعاودوا في المشاكل ديال القناه ما غاديش تبقى قناه، يعني شنو غادي تولي؟ يعني اي واحد يدخل يعرف شنو عندك، يعني كتجي شويه ناقصه، يعني من الاحسن البنات انا نظري شي نفضل نخلي المشاكل تبقى بعيده 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 بزاف على القناه باش قناتي تبقى يعني كالم، تبقى غاده دقه دقه، حيت اون فوا غيدخلوا المشاكل مزال عاودت مشاكلي ولا واحد اخر غدا تعاود مشاكله صافي شي صافي غادي تنوض بالباله، ما غاديش تبقى قناه ديال يعني ما غاديش تبقى قناه ديال باش نهضروا باش نضحكوا باش نوريكم حاجه زوينه باش تشوفوا باش تتمتعوا، يعني غادي تبقى يعني قناه المشاكل، هذه قناه تولي قناه المشاكل، يعني بنات دونك من الاحسن نحاولوا نبعدوا المشاكل ديالنا، نحاولوا نبعدوهم نخليهم بعاد، يعني اي مشكل تيوقع صافي يبقى في قلبي عادي يبقى في قلبي، تشوفيني ضاحكه ناشطه ماشطه اكيد كيف ما كنقول لكم البنات، وكنتمنى جميع القنوات الله يسهل عليكم الله يسهل امركم، وهذا كان يعني واحد كان يعني واحد الموضوع اللي كنتمنى اي بنت يعني يعني انا ماشي انا ما هضرتش على شي موضوع اللي غادي يقدر يستفد منه الكل، انا من وجهه النظر ديالي ومن وجهه الراي ديالي هذا الشيء اللي كنتمنى، وكنتمنى دائما البنات دعموني، وبلا بيكم انا راه ما عمرني غادي يعني ما عمرني غادي نوصل، يعني بلا بيكم نتوما الناس هاد الهضره موجهه للناس اللي غتفرجوا فيهم موجهه للنداء فيكم نتوما، يعني بلا بيكم انا راه ما غاديش نوصل، شكرا لكم بزاف بزاف، بوسه لكم كبيره، خليت لكم الراحه الله يسهل عليكم الله يزين ايامكم ان شاء الله، خليكم مع المشتريات.